أولا بغيت نشكر فيكم على هذه الفرصة اللي عطيتوني باش نتكلم مع خوتي المغاربة. أنا كبرت ببجعد، الوالد ديالي عمرام كان قراشلي يدير القرشال، تعرفوا شنو هو القرشال؟ والوالدة كانت تخيط، كان نهار الخميس تيسميو الخميس ديال بجعد، كان هناك السوق، كان الحد ديال الخريبكة والاثنين ديال وضم والثلاثة ديال فقيه بن صالح ولا الأربعة ديال فقيه بن صالح والخميس بجعد. عندنا العربية يجيو من المنطقة، يجيو يبيعوا ويشريوا. الوالد كان يبيع القرشال ديالو، ولكن ماشي غير يبيع وصافي، هو خصو قبل ما يبيع يسقسي السيد واش خبر فلان واش خبر فلانه واش خبر في هذه الخيمه وفي الخيمه الاخرى، يعرف كلهم. سنوات وسنوات هكذا كان، والوالده كانت تخيط اللي يبغى بلوزه واللي يبغى شي حاجه فراجيه تتخيط له. وكانت عندي واحد اختي هي قرات في فاس ليكول دي ساج فام، تتولد وتخدم في ذاك المستشفى ديال بجعد، ماشي كبير بزاف ولكن هي كانت ساج فام تماك، وكانت تمشي عند العائلات بحال دوك الجيران ديالنا الشرقاوي، عائلات الشرقاوي اي تعقيقه كانوا يسميوهم، واخرين عائلة المعروفي. انا شفت المعروفي هنايا في هذه الجمعيه، با كان يدير الشفنج مقابل مع الحانوت ديال الوالد ديالي، يدقوا علينا في الوحده جوج الليل باش تمشي تولد شي امراه حبله على قبل ما بغاوش. داك الطبيب اللي كان جا من هولندا وكان انسان مخير، ولكن لا تراديسيون جيب اختي، اختي ولدت شي 100، كانت ترشم داك الشيء 183 ديال الدراري اللي ولاد وبنات اللي ولدتهم. قريت في السكوالة تماك في المدرسة ديال الاتحاد، ديك الأيام كانوا يسميوها أليانس إسرائيليت يونيفرسال، يعني اتحاد اليهودي العالمي. وكانت السكوالة تماك مدرسة زوينة، وبعد المغرب الحمد لله رجع بالاستقلال ديالو، كانوا يجيو الدراري ديال المسلمين يقراو مع اليهود تماك. وانا دابا معايا في هذه الجمعيه هذه، عيطت على صاحبي عبد الرزاق الشرقاوي من ديك العائله ديال الشرقاوي، وجاب الولد ديالو حمزه عنده 26 عام، هو شرقاوي عنده 68. كنا بعد كنا نقراو شحال في عمرنا 9 10 11 عام، نساليو القرايه وندورو بيناتنا، هو يجي لدارنا وحنا نمشيو لدارهم، هذه هي اللي كانت الحياه. وبعد كبرنا شويه بقاو غير 30 ديال العائلات في بجعد، 30. بعد نجي من الدار البيضاء فاش كنت هناك في ليكول سيكوندير في الليسي، 3 شهور الصيف دي فاكونس ديال العطله، ما كانوش بزاف فحال القراني، كنت الصحاب ديالي هما مسلمين كلهم. كان صاحبي واحد السيد اسمه مصطفى الله يرحمه، وكان واحد الاخ توا كنا نلعبوا مع الكره اسمه عبد الغني منصوري الله يرحمه، هو اخوه خو ياسين منصوري، تعرفوا ياسين؟ ياسين تبارك الله عليه كبير، وحنا دابا بالعلاقات مزيانين بيناتنا، ومشيو نلعبوا الكرة ونهضروا على الكرة، على كرة القدم. مصطفى كان صاحب الوداد وانا كنت صاحب الرجاء، ولكن كل داكشي اللي كان يتكتب في البتي ماروكان داك الوقت الصحافة.
لافيجي وكنت نقرا له وما كانش يعرف الفرنسيس وتعلم غير من داك الشيء يقرا الفرنسيس. اي واحد النهار 28 ديال العائلات غادي يمشيو لاسرائيل. هذاك النهار الاخر هو محروط في لا ميموار في اللي نعقل عليه. تكلمت عليه البارح بعد شفنا ذاك الفيلم ونعقل كيف مشينا. دابا مصطفى يسقسيني قال لي واش نتوما ماشيين لفلسطين؟ ما بغيتش باش يضروا الحال. قلت له لا احنا ما ماشيينش، الاخرين ماشيين، احنا ما ماشيينش. من دوك 30 بقوا غير جوج العائلات تماك، 28 مشاو. حتى الليله الاخرى ما نقدرش نستر عليه داك الشيء. قلت له مصطفى هذا الشيء اللي عطى الله، غدا غادي يجوا الكران ديال سيتيام ويديو كل شيء. وكان ذاك النهار الوالده دارت الغداء الاخر. كان معنا السي محمد الشرقاوي اللي هو كان او فونكسيونير، هذا خا عبد الرزاق الله يرحمه، هو يتغدى معنا. هو واحد الوقت قال لها الوالده رحمه راكم ماشيين لفلسطين وهي ارض حاميه بزاف، ما تبوش فيها الراحه. وها داكشي اللي قال هو اللي كاين. امي قالت له سي محمد هادشي كتب لنا الله، وحنا نشكروا في الماروك هاد الارض ديال جدودنا وجدود جدودنا وجدود جدودنا، فاش كبرنا فيها وعيشنا معيشه مخيره. دابا هادشي كتب الله، نشكروا في الماروك وفي سيدنا مولاي الحسن ذاك الوقت الله يرحمه اللي كان حسن الثاني. جبدنا ديك الكاره ديال بجاد، كانوا ثلاثه الكيران سيتيام، بدينا نطلعوا يعنقوا ناس صحابنا شي 2000 ولا 3000 ديال المسلمين دايرين بينا. وتيشوفوا في اختي رفقه ما بغاوش يطلقوها بالدموع، هما دمعين وحنا دمعين. تيشوفوا داك الشيء وما قدروش يثيقوا، بحال في شي كتاب الى وصلت الورقه الاخرى قريتيها وكل شيء تسالى. داك العامات والسنين جوج ثلاثه القرون كانوا هناك اليهود في ديك البلاد ديال بجعد، تسالوا داك الوقت صافي. ايام تماك دازوا علينا شي عامات ما ساهلينش على قبل العلاقات ديال البريد ما كانتش، كان خصني نكتب من فرنسا نصيفط شي برال من فرنسا لصاحبي نقول له دوز هذه الفلان، هذه الرشدي وهذه المصدفة وهذه الشرقاوي. عرفنا تماك فحال تعرفوا الحرب بزاف، و دوزنا واحد السنوات ما كانوش ساهلين. حتى الحمد لله جلالة الملك الحسن الثاني عاون مصر واسرائيل باش يتصاوبوا بيناتهم. ما جانا رئيس السادات الله يرحمه القدس باش يخطب داك الخطاب ديالو في البرلمان ديالنا، حتى كانت خدمه كبيره بزاف، شغل كبير بزاف ديال الملك حسن الثاني، هو اللي عاون اليهود ديال اسرائيل ومصر باش يديروا السلام الاول، وبقى معنا في داك الشيء. تالي بدينا نتكلموا مع الفلسطينيين ودرنا دوك العلاقات ديال اوسلو، لي زاكورد اوسلو. وحنا تلاقينا به الله يرحمه هنايا في مراكش في مايو 3 مايو 1999 في القصر ديالو. كانوا شي بحالي
دي مومبر دو بارلمون وشي وزاره وتجمعنا قالنا مرحبا بكم داركم هذه كانوا فينا المغاربه ولا كانوا اخرين اللي ما خلقوش المغرب واحد في روسيا واحد في بولانيا وتيشوفوا داكشي وتيتعجبوا كيفاش الملك ديال المغرب تيتكلم معهم ويوصيهم على السلام على طريق السلام. كانوا داك الوقت الانتخاب بين نتنياهو وباراك. انا ما نقول لكمش واش هذا ديروا له الانتخاب ديالكم ولا هذا، انا قلت لكم غير طريق السلام هي اللي كاينه. قال لك حنا ما عندنا حتى شي مشكله في التعايش بين اليهود والمسلمين هنا في المغرب، كلهم مغربيين كلهم، ولكن بغينا هذا الموديل هذا ديال التعايش ديالنا نجيبوه لكم لتماك باش يكون عندكم التعايش وبيناتكم تكونوا قراب باش السلام هو اللي ولا يكون بديك البلاد ديال شلومين. المغاربه بزاف المغرب كان عندهم عايشين به نهار نهار، واخا يكونوا العلاقات ولا ماشي العلاقات كل شيء في القلب وفي الراس ديالهم في لا ميموار. المغرب كل داك لا تراديسيون اللي كانت تماك، التصويرات ديال محمد الخميس الله يرحمه وذاك الوقت حسن الثاني نصر الله ذاك الوقت كان عايش عندنا في الديار. من تماك مشيت صافتني دافيد ليفي اللي كان وزير الخارجيه هو رباطي مغربي تا هو ممتاز، صافتني باش نكون سفير اسرائيل في فرنسا. وذاك الوقت في سنة 1993 تقربنا مع الفلسطينيون وكانوا لي زاكورد وصلوا، هو يعيط عليا صديقي مهدي قطبي هو فنان ستان بانتر، عيط لي لواحد البرنامج في الدار البيضاء، كانوا شي ولاد المغرب تماك اللي عاشوا في المغرب وكانوا في فرنسا ومواطن اخر ودار ليا واحد الفيلم صغير على بجاد وتنشوف الكاره ديال بجاد وضرب القدريين وضرب الغزاونه قلبي فرح بزاف وقلت شي كلمات رقيقه. شافوني ولاد بجاد بعد رجعت للسفاره ديالي في فرنسا في باريس، تليفونات ديال عبد المجيد الشرقاوي واخرين وعبد الغني المنصوري الله يرحمه كتب لي شي براوات شي رسالات، هو كتب لي رساله وانا نواجبه وصفت لي لي كارت بوستال ديال بجاد باش نشوف كيف زاد داكشي اللي تبدل، دير شي ايشانج خلافات العام كله. وانا ما عرفتش بس عبد الغني كان مريض الله يرحمه وفات شي عام ولا عامين من نور داكشي، ومن نور اللي فات خوه اللي هو فحال خويا السي ياسين منصوري الكبير عندكم هو كبير هنا في المغرب والله ينصر جلالة الملك محمد السادس اللي عطاه داك الريسبونسابيليتي، هو تيفتش في لي دوكيمون ديال خو هو يصف شاف البراوات ديالي وقال انا خصني هذا، هو كان صغير هو صغر منا مني من عبد الغني ومني بشي 15 عام ما عرفناش ذاك الوقت، قال خص هذا السيد هذا نتعرف به، وجاب الله واحد الفرصه واحد المناسبه وجا مع سيدنا نيويورك الامم المتحده وقال لسيرج بيدوغو شوف
تكلم مع يهودا باش نتلاقى بها، تكلم مع ياسرج ومشيت نشوفه في الاوتيل وعنقني وباسني في حلا البارح عاد كنا بجوج حلا يعرفني هو اللي كيف وصل لي على دوك البراوات ديال دوك الرسالات مع عبد الغني، شاف داكشي اللي كتبناه. ما ماشي غير جيت دابا راك وما عندي ما ندير انا كل داكشي اللي اللي سمعت واللي قدرت نقول البارح بعد تكلمت على داك الفيلم اللي دار. كل داكشي نحن حنايا عايشين به نهار نهار، ونتكلموا في التليفون، ودابا مع الواتساب رسالات مع عبد الرزاق وصحابه اخرين والفاميليا ديال مصطفى المليح، داك صاحبي اللي كان ودادي، الاولاد ديالو يضربوا لي التليفون ويقول لي طارق الولد ديالو الكبير يوسف والاخرين عنده واحد البنيه اسمها وداد، على قبلته هو كان يبغي بزاف الوداد وزهور والوالده ديالو. عمي اش اخبارك؟ اش كلتي؟ لاباس؟ امتى تجي للمغرب؟ بغينا نشوفوك، توحشناك. دائما دائما بزاف المرات في العام. الرجاء 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 دي انا كتبتها في الكتاب اللي واحد من الكتابات ديالي. بعد حنا خارجين من المغرب الكلام الاخرين اللي كانوا مع مغربي كان في المطار لايغوبور محمد سانك. دابا يشوفنا داك اللي خدام في الشرطة في المطار وخصو يقلبنا شوية يشوف واش خرجنا شي فلوس بزاف ولا وريت له داك البسطام اللي كان عند البوليس، وريت له البسطام ديالي، واحد البسطام ديال البلاستيك، حلو ما صاب فيه غير التصويره ديال الرجاء. شاف بحال عز بيه الحال، قال لي بالفرنسيه بو ريغيتي دو كيتي الماروك، واش عز بك الحال باش انت ماشي من المغرب؟ قلت له يا عز بيه الحال سيدي. هادو هما الكلام الاخرين اللي كانوا لي قبل لا مشينا في الطياره لفرنسا ومن تماك لاسرائيل، وشي 30 عام العلاقات ما كانوش. يعني الحمد لله دابا حنا تنجيو المغرب وكاين المغربيين اللي يجيو يشوفونا، وان شاء الله نديروا كله الجهد ديالنا باش يكون عندنا السلام مع الفلسطينيين. انا عندنا واحد الجامعه ديال الفلسطينيين والاسرائيليين، نتكلموا غير السلام ونمشيو نشوفوا الرئيس محمود عباس ونتكلموا معاه ونشوفوا الطرقان كيف نديروا باش نخرجوا من هذا الطريق اللي فيها لا فيولونس. ايوا حنا في اسرائيل وحنا المغربيين ديال اسرائيل، ولكن الاخرين اللي هما ماشي مغربيين هما مع المغرب في هذه القضيه هذه، يعرفوا باش الصحراء هو صحراء مغربي. بعد خرجوا بعد الاسباني خرجت من تماك، هذاك تيريتوار ديال المغرب، ودابا غير الجزائر هي اللي تدفع ذاك البوليساريو باش، حيت الجزائر ما بغاتش، عندها العلاقات مع المغرب والسلام مع المغرب، ولكن ماشي علاقات حقيقة والسلام حقيقي. هي بغات يكون عندها الكولوار باش تخرج لوسيون اتلانتيك البحر، ما كفاهاش داكشي اللي عندها. عندها ارض كبيره بزاف، تقريبا توت لافريك دو نور، خلات المغرب طريف وتونس طريف، خصها تقنع من داكشي اللي عندها. عندها لو بيترول، عندها لا لي ريشيس، دابا اش خصها؟
غير الحرب والضربه بعد احنا في الامم المتحده ديما كنا مع المغرب في الكيستيون ديال السهرة دائما، وحنا في القلب ديالنا مع المغرب، وان شاء الله داك لا بوليتيك ديال سا ماجستي محمد السيس هي بوليتيك ديال الموديراسيون. كيف تقولوا بالدارجه موديراسيون؟ اسرانا حداثة. ايه هو عطاهم يدو في الخطاب الاخر للجزائريين، قال لهم اجين نصوبوا العلاقات ديالنا ويكون السلام الحقيقي بيناتنا. وعطى الصحراويين عطاهم اون بروبوزيسيون باش يقدروا يعيشوا المعيشه ديالهم بحال اللي كاينين هنا في المغرب. اليهود كانوا يعيشوا ولكن هما مغربيين، لي بربر امازيغ يعيشوا في الثقافه ديالهم والدين ديالهم ولكن هما مغربيين. ليدونتيتي ماروكان، المغرب هو عالي على كلهم. وتاع الصحراويين بغيتو تكونوا صحراويين كونوا صحراويين، ولكن انتم مغاربه بحالكم بحال اليهود بحال العرب بحال الامازيغ بحال. كيف قال هو لو سارا اي دون سون ماروك، الصحراء هي هذا جلاله صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله اذا ديكلاري قال العام الاخر لو سارا اي دون سون ماروك، الصحراء هي في المغرب ديالها والمغرب في الصحراء ديالو. هذا هي هادشي اللي كاين.